على الهاتف ايضا معنا سيادة سفير اشرف الخولي سفير مصر في لندن. سيادة سفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ الامين. يعني قول لنا اولا عن هذا الملف، وهل كانت للسلطات المصريه والسفاره المصريه جهود فيه؟ بالطبع احنا كنا بننتظر قرار رئيس الوزراء منذ اسبوعين، من خلال اتصالاتنا عرفنا ان في قرار سوف يتخذ ويعلن عليه في الصحافه. الواضح ان القرار كان اكثر من اللي احنا كنا متوقعينه، ان قرار رئيس الوزراء طلب التحقيق العاجل، وكلمه عاجل ديت عليها علامه استفهام ايه العجله اللي فيها، لكن احنا بنتفهم الموقف البريطاني لهذا الموضوع. ثاني شيء اللي مطلوب في هذا القرار مراجعه شامله، كلمه شامله دي بقى لحضرتك تحطي تحتها خط لانشطه ووضعيه الاخوان في لندن. الوضعيه دي برضو يعني نقطة مهمة جدا ان احنا نفكر فيها. اللي احب اقوله بس ان التحقيق ده هو تحقيق حكومي داخلي لن يعلن عنه، لكن ده هيتسبب في بعض الاجراءات اللي هياخدها الجانب البريطاني مع المقيمين المترددين على المملكة المتحدة. طبعا هذا التحقيق هيتم مناقشة ورصد انشطة الجماعة انطلاقا من بريطانيا لدول اخرى او داخل بريطانيا ونشاط القيادات المتواجدة في المملكة المتحدة. طيب نيجي عند كلمة عاجل التي وقفت أمامها، ليه شايف أنها مهمة ولماذا عاجل برغم العلاقات الوطيدة الوثيقة بين بريطانيا وجماعة الإخوان؟ لا مش لهذا الحد، العلاقات مش بهذا الصلة اللي حضرتك وصفتيها، لكن التحقيق العاجل ده طبعا بيعكس أحداث الإرهاب اللي تمت في مصر خلال الثمان شهور اللي فاتت، ودولة مثل بريطانيا بتربطها بعلاقات استراتيجية بمصر بصفة موقعها الجغرافي، لا يمكن أن تسكت أن يكون دولة زي مصر فيها أعمال إرهابية وهذه الناس اللي ممكن يكون مشتبه في اقامتهم هذه الاعمال. بس الحقيقه ان لم يحرك بريطانيا يعني الاعمال الارهابيه داخل مصر يا سيد سفير، الاعمال دي بقى لها 8 اشهر يعني ولم يحركوا ساكنا. لا لا يا فندم، لا احنا في اتصالات مستمره وفي مقابلات مستمره وبنتكلم على المواضيع دي، وهو قرار زي ده مش عاوز اقول لحضرتك ان هو ده بدايه التحقيق في هذا الامر، لا ده بالتاكيد بناء على تقارير تمت خلال الثمان شهور اللي فاتت وبناء عليها اترفع لرئيس الوزراء ياخذ هذا القرار. يعني هو مش قرار للبدايه، لا ده قرار خطوه اولى في بعض التقارير اللي وردت اليهم وبعض اتصالاتنا. طيب المعلومات بتقول ان لندن هيصلها قريبا مجموعه من اعضاء جماعه الاخوان اللي كانوا موجودين في قطر، منهم محمود حسين، منهم محسوب اللي هو كان حزب الوسط، منهم يعني عدد كبير من اعضاء الجماعه هيكونوا مقرهم في لندن، وان في محطه تلفزيون ستنشا، في جريده بدات بالفعل اصدارها. يعني بالفعل الجريده بدات وفعلا المحطه تم انشائها، وهذا القرار المراجع للإجراءات البريطانية ده هيحد من هذه التصرفات، إن طبعا هيكون في بعض القواعد الجديدة وهيكون في بعض القوانين التي تحد هذا النشاط لو هذا النشاط يؤثر على دولة ثالثة ولا لا. وأظن إن ستنتشر هذه المعلومات لدول الاتحاد الأوروبي وربما الولايات المتحدة لتحذو حذوها.